بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة هنعمل مهلبية طبقات وألوان. هنبدأها بالكاستر الأول، سكر، وبعدين في كوبايتين لبن على النار، لسه ما ولعتش النار. احط معلقتين سكر او 3، ممكن انت تزودي تبع ما انت عايزاه، 3 معالق. لسه ما ولعتش النار، انا هقلب على البارد الاول. احط معلقتين كاستر، كل كوباية لبن ليها معلقة كاستر. بالشكل ده الكاستر هيبقى الطبقة الأولانية اللي أنا هحطها. هقلب بس دلوقتي مولعتش النار، هستنى لما يجيب خالص وبعدين أبدأ أولع النار. مهلبية الكاستر بقت بالشكل ده، أخدها بقى وأصبها في الكاسات وأسيبها تبرد. ما بين الطبقة والطبقة لازم الأولانية تبرد، صبها بالشكل ده. هنعمل الطبقة التانية اللي هي مهلبية الشوكولاتة، معلقتين نشا، معلقتين كاكاو خام، كوبايتين لبن، برضو زي ما قلت السكر تبع الرغبة. 3 كوبايتين اللبن، معاهم 4 معالق سكر، معاهم 2 معلقة نشا، ومعاهم 2 معلقة كاكاو خام. دي هتبقى الطبقة التانية من المهلبين. شايفين ازاي بدأت تتقل اهي؟ هصبها بقى بالراحة على الطبقة الاولانية. حطيت مهلبية الشوكولاتة فوق الكاستر بالشكل ده، هسيبها برضو تهدى شوية واروح اعمل الطبقة التالتة. هنا 2 كوبايتين لبن برضو، معاهم 4 معالق سكر، معاهم 1/4 معلقة لون المهلبية ده من عند بتاع العطار الكبير، لون صحي، وعليهم 2 كبار نشا. وهنقلب كله على البارد. المهلبية بقى لونها جميل ازاي؟ اهي جبنت اهي، خلاص كده هنطفي النار. وابدأ اصب. خلصت كل الطبقات بقت بالشكل ده، رشيت عليها زواق كده. لو اللي موجود عندك مكسرات حطيه، مفيش موجود مش مشكلة، هي كده جميلة وشكلها حلو وجميلة بالشكل ده. لكم طبقات. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وفعل الجرس وبعتيها لكل اصحابك، والسلام عليكم.